نظم موظف قطاع التلفزيون بقناة اليمن الفضائية وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة الإعلام احتجاجا على قرارات تعيين أصدرها الوزير العمراني في قناة اليمن الرسمية، وطالب المحتجون وزير الإعلام بإلغاء تلك القرارات والالتفات إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه موظفو القنوات الرسمية حد قولهم. نتابع. حشد من موظفي قناة اليمن الفضائية الرسمية في مواجهة وزير الإعلام علي أحمد الغمراني في إطار التصعيد الاحتجاجي على قراراته الأخيرة الخاصة بتعيينات وترقيات في التلفزيون، وهي القرارات التي يصفها الموظفون بالعبثية وقد تجاوزت قوانين الإدارة ومعايير العمل الإعلامي وتخطت أعراف وتقاليد المهنة. كلمة من أربعة أحرف كانت كافية ليرد بها المحتجون من إعلاميي وإعلاميات قناة اليمن الرسمية على وصول موكب الوزير العمراني بوابة وزارة الإعلام، وعبر بها المحتجون عما يختلج في صدورهم من أثر جراء قرارات الوزير التي يقولون أنها قلبت موازين التعامل وعلى غير العادة. زاد من ذلك الاستفزاز إقبال وزير الإعلام على المتظاهرين من أبناء القنوات الرسمية بموكب مدجج بالأسلحة وبحراسة، قال المحتجون أنها قد تفوق من حيث العدد تلك التي تحيط بوزير الدفاع. أوجه رسالة للأخ وزير الإعلام، أقول له بصريح العبارة وباسم كل الكفاءات الإعلامية التي أقصاها عمدا سواء بشكل مباشر منه شخصيا أو من من كان لهم أو من تلطخت أيديهم بهذه القرارات المشينة، اليوم نخرج عن طورنا ونقول لا للقرارات التعسفية، لا لإقصاء الخبرات والكفاءات. أين أنت يا وزير الإعلام من قانون التدوير الوظيفي، الكفاءة والمؤهل والخبرات التراكمية؟ لماذا الإقصاء يا وزير الإعلام؟ عانينا من نظام الإعلام السابق بالإقصاء، والآن تمارس وتتمادى أقصى مما كان عليه. نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإعلام أن ينظروا إلى الموظف في التلفزيون وأن يصحوا لنا ويجفوا الفساد، رغم أننا متأكد أن الفساد لن يجفف في ظل وجود مسؤولين مثل هؤلاء. هتافات تعالت وشعارات رفعت وكلها تردد بقرارات التعيين التي أصدرها وزير الإعلام في قناة اليمن الحكومية، والتي قضت بترفيع قلة قليلة من موظفي القطاع على حساب كوادر القناة الذين يشكون من معاملة الإقصاء والتهميش ويرون أنها تأتي على حساب حقوقهم، خصوصا وقد تجاوزت معايير الكفاءة والخبرة وسنوات الخدمة. المطالب لم تنتهي عند هذا الحد، بل دعا بيان مشترك أصدرته نقابة الصحفيين اليمنيين والإعلام المرئي اللتان نظمت وقفة اليوم الاحتجاجية، دعا إلى سرعة وقف الإجراءات التعسفية التي طالت العديد من زملائهم وتم إيقافهم عن العمل، بل وحتى منع دخولهم مقر العمل في قطاع التلفزيون في سابقة تعد تجاوزا خطيرا للوائح والأنظمة الإدارية. رحيل الفاسدين وتجفيف منابع الفساد في المؤسسة وقنوات التلفزيون الثلاثة وإعادة النظر بالقرارات المتلاحقة العبثية والخاطئة الصادرة من قبل وزير الإعلام والتي لا تلتزم بالمعايير المهنية المتمثلة في الأقدمية والمؤهل والكفاءة والنزاهة. هذه قرارات لم نكن بحاجة إليها، كنا بحاجة إلى قرارات فاعلة ترحل الفاسدين الذي دمروا الإعلام في كل مرافقه، ولم نكن بحاجة إلى مثل هذا الرأي، كنا بحاجة إلى توحيد جهود قادة الإعلام من أجل تحقيق مكاسب الإعلاميين، الكادر الإعلامي، التأمين الصحي، ولم نكن في إغراق القطاع بمزيد من أو القطاع القنوات بمزيد من القرارات للنواب والمستشارين والمساعدين الذين لا يقدمون ولا يؤخرون. القرارات التي أصدرها الوزير العمراني في قناة اليمن وجاءت أخيرا في إطار سلسلة من قرارات سابقة حظيت بموقف شبه مجمع على الرفض من قبل الموظفين، وهو الموقف الذي افتقده موظفو القنوات الرسمية لطالما اختلفوا كثيرا لجهة الانتماء السياسي والحزبي، غير انهم بموقفهم هذا يؤكدون على ان حقوقهم الوظيفية هي اولوية على ما سواها.